استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم بمطار الرائد فراج بتندوف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغسواني. في إطار عمل ميداني يعزز التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين لكلا البلدين استعرض رئيسان تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. يصافح بعدها الرئيس الموريتاني الوفد المرافق للسيد رئيس الجمهورية، يتقدمهم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الخارجية أو شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية إبراهيم مراد، ووزير المالية العزيز فايد، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الأخضر الخروخ. كما صافح من جهته السيد رئيس الجمهورية أعضاء الوفد المرافق للرئيس الموريتاني.